بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. أريد أن أحدثكم في هذه الدقائق عن الصداقة وما يتعلق بها. لا شك أن تراثنا العربي والإسلامي مليء بالآثار والأشعار والأخبار المتعلقة بالصداقة والأصدقاء. الصديق الحقيقي هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، أما اللي ينفعك بالدنيا بس هذا ما هو بصديق، هذا عدو. قال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم ظفر في الدنيا وظفر في الآخرة. قالوا: ظفر في الدنيا عرفناه، فكيف يكونون في الآخرة؟ قال: ألم تسمعوا قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال ابن عباس: أعز الناس إلي جريسي الذي تخطى رقاب الناس إلي، أما والله إن الذباب لا يقع عليه فيشق علي. كتب قتادة إلى ابن المبارك: ونحن وإن فرقت الدنيا بيننا وبينكم فإن الروح من الروح قريب. كان بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ألفة، فقيل لأحدهما: لم تره منذ زمن؟ قال: إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام. سؤال: إذا كنت قاعد في مجلس ولا في ديوانية ورفيجك اللي يمك حط إيده داخل مخباتك، إيش راح تسوي؟ قال أبو جعفر الباقر: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ حاجته؟ قالوا: لا. قال: لستم بإخوان. شكى يحيى بن أكثم للإمام أحمد رحمهما الله تغير بعض أصحابه عليه، فأنشد الإمام أحمد: وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليلي، ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل خليلي. مشى الخليل مع صاحب له فانقطع نعل صاحبه ومشى حافيا، فمشى الخليل حافيا وقال: من الجفاء ألا أواسيك في الحفاء. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: بئس الأخ، أخ تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك. قيل للإمام المزني رحمه الله: فلان يبغضك. قال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، أعوذ بالله. قال المأمون: الناس ثلاثة: رجل كالغذاء لا بد منه، ورجل كالدواء تحتاجه عند الحاجة، ورجل كالداء مكروه على كل حال. احذر أن تعاتب أخاك في وقت الصفاء والمودة. قيل: ذكر الجفا في وقت الصفاء من الجفاء. يقولون من الدليل على حب الإنسان أنك تبتسم إذا ذكرته، والابتسام المزيفة هي التي تأتي سريعا وتذهب سريعا. سمع المأمون رجلا يقول: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروغ ويصفو إن كدرت عليه. قال: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. قيل: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال السباعي رحمه الله: إذا لم يكن في إخوانك أخ كامل فإنهم في مجموعهم أخ كامل. قيل للرئيس الأمريكي الأسبق لينكولن: لم تجعل أعداءك أصدقاء وكان الأولى أن تحطمهم؟ قال: أنا حينما أجعلهم أصدقاء فإني أحطمهم. طلبا للراحة والسلامة يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: أحيانا يصل الإنسان إلى سن معين يحب أن يقتصر على صديقين أو ثلاثة. أخيرا: من كان بينه وبين أخيه جفا أذكره بقول المصطفى: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.